شهدت العاصمة الليبية طرابلس ليلة أمس استنفارا أمنيا لقوات تابعة لوزارة الدفاع في حكومة الوحدة الوطنية، على خلفية إشاعات عن نية رئيس الحكومة الليبية الجديدة فتح بشآغة دخول المدينة، أمر نفته مصادر مقربة منه. بعد هدوء لأسابيع يعود التوتر إلى شوارع طرابلس ومحيطها. قوة حماية الانتخابات والدستور التابعة لوزارة الدفاع استنفرت في المدينة لساعات على خلفية أنباء تفيد بقرب دخول رئيس الحكومة الليبية الجديدة فتح باشاغا للعاصمة، والتي نفتها مصادر مقربة منه. أظن أن الحراك المسلح الذي شهدته طرابلس بالبارحة كان رسالة واضحة من رئيس حكومة الوحدة بأنه لا يحمل أي نية لتسليم السلطة حاليا، ولو أدى ذلك إلى نزاع مسلح. اجتماعات متواصلة يجريها باشاغا في محل إقامته بالعاصمة التونسية مع قادة عسكريين بالمنطقة الوسطى والغربية. تقابلها اجتماعات أخرى يجريها دبيبة مع الأطراف ذاتها. القادة العسكريون يلعبون دور الوسيط حاليا حتى لا يخرج التجاذب عن سياقه السياسي إلى صدام عسكري. سعينا مع بعض القادة لفتح قنوات اتصال بين الأطراف لتجنيب ليبيا والمنطقة الغربية والعاصمة شبح الصدام، ومحاولة الوصول لحل يبدد زعزعة الأمن والاستقرار. جهود محلية ودولية تبذل لحل الأزمة السياسية الليبية، ودعوات لتسليم سلمي للسلطة، دعوات لم تجد صداها حتى الآن لدى حكومة دبيبة التي تصر على التسليم لحكومة منتخبة رغم ضياع فرصة إجراء الانتخابات. يبدو أن عنوان الأيام القادمة في ليبيا هو الهدوء الحذر في ظل تشبث كل من رئيسي الحكومتين بموقفه، تشبث يخشى المواطنون أن يتفلت من عقاله السياسي متحولا إلى مواجهات مسلحة. إبراهيم العبدلي، العربي، طرابلس.